معانا على الهاتف أستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ فين. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني إجراء سياسي هام وله رمزية كبيرة بعد هذا الانقطاع الطويل، عادت سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. أشار أمين عام جامعة الدول العربية إلى أن هذه بداية مسار تسير فيه سوريا والدول العربية بعد طبعا الجهود الحثيثة اللي حصلت في جدة ثم في عمان، والمسار المسمى بخطوة مقابل خطوة. خلينا نشوف مع حضرتك بعد هذه اللجنة التي ستشرف على هذا، كيف يمكن أن يسير هذا المسار بين سوريا والدول العربية فيما يسمى خطوة مقابل خطوة، ما يمكن أن يؤدي إليه أو يسرع عنه؟ بداية دعيني أؤكد على أهمية التوقيت اللي تم فيه اتخاذ هذا القرار والمكان الذي انطلق منه هذا القرار وهو القاهرة. إذا القاهرة هي صاحبة أهم قرار في عودة المقعد السوري والشعب السوري إلى الحاضنة العربية، وأن يكون هناك قرار ومشاركة فاعلة لحل الأزمة السورية سياسيا، وهو ما يتيح أن يكون الحل سوري سوري، أي بفكر وتواعد وقلوب وعقول سورية 100%. وأن مشاركة الشعب السوري في هذا القرار وما يتلو في المستقبل هو قرارات سورية لها ضمانة عربية، ودي أهم خطوة، هي نقطة انطلاق تاريخية في تاريخ جامعة الدول العربية، بمعنى أن أصبحنا نضع أقدامنا على الحلول للأزمة السياسية والحد من التدخل الأجنبي والتمزيق والشرذمة الغربية والدخيلة للشأن السوري العربي الاستراتيجي. العمق الاستراتيجي والأمن القومي السوري هو العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي الخليجي قاطبة، وده كلام واحد لا جدال فيه. أيضا هي ما يتم اتخاذه من قرار بالعودة اليوم والعودة الحقيقية بعد 15 يوم في قمة جدة وهي قمة جامعة الدول العربية، يعد بإيجابية شديدة للحل السياسي ووقف أعمال القتال بعد حزمة من الإجراءات، وهي ما تم الإشارة عليه بخطوة مقابل خطوة، أي أن الملفات والإجراءات التي ستتخذ سيقابلها إجراءات مماثلة من جامعة الدول العربية، وهم يترتب عليه تخفيف الضغط على سوريا بالوقوف لوحدها، والشعب السوري هو المستفيد من هذه الأزمة في وهذا القرار بشكل كبير، حيث أن أول القرار كان عودة اللاجئين بالتأكيد، وهذا ملف شديد الحساسية وشديد الأهمية بالتأكيد. أستاذ عصام، أنا كنت يعني لسه كنت هسأل حضرتك، بس حضرتك تفضلت وقلت إنه أهمية ده وأهمية التوقيت وأهمية الظرفية اللي تم فيها ده وأهمية المكان، لكن خليني أخذ من كلام حضرتك وأسأل، لما حضرتك بتقول إنه الحل سوري سوري وإنه ضرورة وقف القتال، وأكد على ما قاله وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري إن القتال لم يكن أبدا هو الحل، وده دايما رأي مصر، وإنه قال جملة محددة إنه سوريا لابد أن تكون موحدة مستقلة مستقرة. نعم، وده اللي احنا قلنا عليه، إن الأمن القومي هو العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي الخليجي. إذن وحدة سوريا وأيضا أمنها القومي هو انعكاس وامتداد للأمن القومي العربي والخليجي، وأيضا هذه الخطوة أقعت الطريق على التدخلات الأجنبية والتدخلات الخارجية ووقف التمدد الغربي وأيضا التمدد الفارسي والعثماني على الأراضي السورية. إذن ما سيتم البحث فيه عودة اللاجئين ثم التسوية السياسية ثم الوضع الدستوري، ثم بعد ذلك يتم بحث الأوضاع السياسية والإقليمية مع الدول العربية المجاورة والجوار،
واهم ما اخذته من قرارات هذه الاجتماعات اليوم هو الآلية التي خرجت بها وهي المتابعة. اللجنة التي ستقوم بمتابعة هذه متابعة الإجراءات ومتابعة خطوة مقابل خطوة، وهي آلية ضمانية في الوقت نفسه رقابية، بمعنى أن ما يتم تحقيقه من إنجازات على الأرض بشأن حل الأزمة السياسية سيقابل بإجراء تصاعدي يمكن سوريا نفسها والعالم العربي قاطبة من دعم الشعب السوري في إعادة الإعمار مرة أخرى، ودي أهم حاجة في بالتأكيد أهم حاجة هي إعادة الإعمار وأيضا عودة اللاجئين. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على وجود حضرتك معنا وعلى هذا الإيضاح.